يسعد أوقاتك الفنان الطفل المحبوب جدا. يسعد أوقاتك عمو حبيبي يا حمودة، كيفك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله. مبسوط؟ اي والله. اي الحمد لله. عرفنا عن اسمك الثلاثي حبيبي. محمد حسام الحلبي. عشت والله. قديش عمرك؟ 5 سنين. العمر كله. كم سنة صار لك عم تمثل؟ 3 سنين. ايوه، يعني من عمرك 2 بلشت. كويس. أول أعمال أنا شفتك فيها كانت مع البابا، صح؟ صح. شاركت أول شيء، مثلت أدوار صغيرة مع والدك حسام الحلبي، وبعدين بعد ما صار عمرك 3 سنين بلشت أنت تمثل بأدوار لحالك، تأخذ أدوار لحالك. بابا لا خفيك الله، هون ما تطلع طاول، مو ما تطلع طاول. خبط فين أنت؟ مين فكر حالك لك؟ في دولة، في دولة، في دولة. نحن الدولة. ما أنت الدولة، في دولة. أنا والله بحكي مع الشرطة فورا بتنشالوا من هون. قلت لك بالحسنى. ما فهمت. بابا 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 خلينا نفوت من الأدوار اللي شهرتك اللي هي نكشات أبو رعد. أي. صح؟ صح. أكتر شخصية أنت بتحبها من نكشات أبو رعد شو هي؟ يا دعكولة. أيوة، هاي المرة اللي بتبهدل جوزها كتير. أي. ذكرني هيك فيها شوي. يا دعكولة غبي، يعني يضربك ضرب يصير مدبل. أيوة. كمان شو بتقول له؟ خلص خلص حبيبتي، طولي بالك، ليش عصبتي؟ أيوة. صباح الخير حبيبي. دي بنا يا حكي مثل الخلق. شلون الأحمر؟ أباكي كيف مردي؟ شلون مردي؟ إذا ما عزبك لأجري همتي ولأبديش؟ يا طعامك شو عيوان؟ فانا ما بتنع طويس. يا تافي يا زافي يا لاكوني غبي، يا ما يضرب البر يا عظيم مقابل. خلص خلص حبيبتي، تملي بالك، ليش عصبتي؟ يا الله ليش عصبية. بعد ما عملت النكشات وكسحت اليوتيوب ما شاء الله، وخلال شهر زمان اتخطيت 100,000 مشترك. مزبوط؟ مزبوط. طيب اشتركت انت بعمل بس 4 حلقات، ما بعرف اذا رح تستمر فيه او لا، اسمه شيطاني وضميري، وجاب ملايين المشاهدات. صح؟ صح. بعدين انتقلت لشيء اسمه مسلسل هلأ مكسر الدنيا اسمه الكنة والحماية. وها ها لا تفكر أغطي ابن وسيوفي، ها ها هذا كله مزاز وكيوفي، ها ها انفكرتي تلعبي بيديرك، ها ها غير صار ماي مبسوفي. ها ها يا حماتي ابنك واخدته، ها ها شريك حياتي وعمري عملته، وها ها كلامك اللي هلا التي ها كيس اللي زبالة زبالته. في شخصيات كتير انت جسدتها، الحماية والكنة وأحمد اللي هو جوز حنان، والكاركترات اللي بتفوت للضيوف اللي بتشارك. أكتر شخصية انت أديتها بالكنة والحماية وبتحبها كتير شو هي؟ أحمد. أيوة، ليش بتحبه أكتر شي؟ وعلى أمه، يعني طيوب هيك حباب، ما هيك؟ ايه. بيحاول يصلح بيناتهم. ايه كويس. طيب. مظبوط. طيب سؤال تاني، انت لما امك بالمسلسل تضغط عليك وبتجبرك انه تظلم حنان، انت بداخلك بتكون متضايق وزعلان؟ ايه. ايوه. بتحس انه امك اوقات ظالمة شوي بالمسلسل؟ ايه. طيب ليش بترد عليها؟ انا امي انا بسمع كلمتك. أيوة، يعني أنت بتسمع كلمة أمك على الخير وعلى الشر، هذا ما بيصير. لازم إذا كانت أمك شوي عم تظلم مرتك لازم تدافع عنها، تقول يا ماما ما بيصير. صح ولا لا؟ صح. حمودة بدي أسألك سؤال محرج شوي بس بدك تجاوبني بصراحة.
قول والله بصراحة. والله بصراحة. إذا قالوا لك بدك تطلع مشوار على البحر ماشي، بدك تاخده مشاوي فروج وفواكه وهيك، بتحب تاخد الحماية ولا مرتك حنان؟ مرتي حنان. برافو عليك نمر، طالع لأبو حسام الحلبي وحش. ليش بدك تاخد مرتك وتاخدها سيران وتشموا هوا وتشوا وتاكلوا وتنبسطوا وامك المسكينة بالبيت لحالة قاعدة وعم تبكي؟ طيب ليش ما تاخد امك؟ لانه هي مظلومة حنان. ايوه لانه بتحسها مظلومة بالمسلسل فبتحب تطالع وتفسحها. برافو عليك ما اشوك شيء نظامي. حمودة انتو بتصوروا يوميا؟ يوم لا نرتاح شوي يوم ايه. ايوه يعني يوم ايه يوم لا، يومين ايه يوم لا هيك. ايه. طيب انت بتتعذب بالتصوير اللي بتكون مبسوط؟ بكون مبسوط. طيب لما انت اوقات هيك مع التعب والنعس والارهاق بتخربت، ابوك بيصيح عليك بيعيط عليك؟ احيانا. ايوه طيب لما بيعيط عليك بتزعل بتبكي بتتحسس ولا عادي؟ عادي. ما بتزعل ابدا؟ برافو عليك. طيب تتذكر شي مرة عيط عليك وانت زعلت بقلبك هيك بقلبك قلت ليش البابا بيعيط علي؟ طيب صارت معك هالشغلة ولا مرة؟ برافو عليك. لما بيصيح عليك وبيعيط شوي بيقسى عليك شوي انت ما بتزعل مزبوط؟ مزبوط. طيب ليش ما بتزعل مع انه هو بيعيط عليك؟ هو بيعيط مثلا اكبر قصير قوي. عشت والله يعني قوي في التمثيل. اي ايوة الله يقويك يا رب. يا رب. حمودة انت انشهرت وانعرفت بالنكشات ومسلسل كنة والحماية بانه انت ممثل كوميدي. ايه. كل الناس لما بتشوفك تنبسط وبتضحك وبتقول ما احلى ابو رعد ماشي. ومثلت بفيلمين سينما دور دراما وحزين والناس بكت وقالت يا حبيبي وتعاطفت معك وكذا. شو بتحب تمثل شخصيات تانية غير الكوميديا والدراما؟ شو هيك بتحب تمثل نفسك تمثله؟ كراتيه. آه بتحب تلعب تمثل فيلم في كاراتيه ضرب؟ ايه. طيب ممكن اطلب منك طلب؟ نعم. ممكن تفرجينا عضلاتك؟ طالع بدي ادخل زوم على عضلتك، اعملها هيك على طرف مشان فرج الجمهور عضلتك. يلا هي عضلة ولا بصلة؟ عضلة. يلا قوية. الله حيو الله حيو ما شاء الله ابو رعد وحش. برافو نزلها برافو يا سيدي. أنا بنظري بطل أنت، أنا شفت عضلتك وهلأ كل الولاد بيصير يخافوا منك لأنك أنت أبضاي وقوي ما شاء الله. أنت بالعادة إيه ما بتصحى الصبح؟ صباح؟ أبوي بيجي فيوني أنا بكون مالي حاسس بعدين بفيق. كويس. طيب معناته أنت بتحب النوم كتير؟ إيه. لأنه بتتعب يا حرام، التصوير كتير متعب بعرف حاسس فيك أنا. يعني أي ساعة تقريبا بتصحى؟ هيك تذكر تقريبا الساعة 10. ايوه معناتها مدللك كتير، ابي خليك تنام ساعة زيادة. مزبوط مزبوط. تدرسي حمودة ولا لا؟ لا والله ما يدخل. لسه عمرك 5 سنين ما بيحق لك تدخل مدرسة. اي ما شاء الله ما داخل مدرسة ونجم، معناتها بس تدرس امورك تمام ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. اذا طلعت بالبحر مشوار وكان عمك وسيم جانم اللي هو أنا وعمك أبو يزن، كنا بالبحر جوات القارب وصار الموج يروح فينا هيك يمين ويسار وقالوا لك يا أبو رعد أنه لازم واحد فيهم تزته بالبحر حتى يمشي هذا القارب، بتزت عم وسيم جانم اللي بيحبك وبيموت فيك ولا بتزت أبو يزن؟ مين بتزته على البحر؟ أبو يزن. برافو عليك يا حبيبي الله يرضى عليك. الله سامحك. ونعمة ترباية ونعمة ترباية. ايه يا حمودة شو في عندك جديد رح تصوره؟ مع وسيم جانم. طيب شو رح تصور مع وسيم جانم؟ افلام. عشت والله الله حيو. بعد مسلسل كنة والحماية حضرينا شي جديد؟ ايه. شو مثل شو؟ اغنية رب ان شاء الله رح تعود رح تعذبكم كتير كتير. لحالك رح تأديها انت بصوتك؟ مسلسلناها الله ايه حطولنا صوتنا. ايوه وورك لون بيضربي بضل انا وصلت يا عمرك ما رح توصلنا بيها ساعة. رح تأديها لحالك ورح رح يشاركك حدا ولا بس لحالك الكليب؟ طبعا
وسمير. ايوه رح تكون يعني تريو، ثلاث اشخاص، انت وسمير وطارق رح تغنوا بالكليب، ما هيك؟ ايه. من اخراج مين الكليب؟ هم وسيم زعيم. مين اكثر مخرج بتحبه بالعالم كله؟ انت. الله حيو. طب شو انا صورت لك؟ فيلم الحزين. شو دورك بالفيلم؟ متذكر؟ ايه. هاي انا نصرت حولي. ايه طارق والبنت هديك. ايه بعيطوا علي قام نزلت دموعي هيك. ايوه مزبوط. طب ضربتك كيف؟ اخذت منك الموبايل؟ ايه ولما طارق عيط علي. حيوان ليكي بطلك مصلى. عم تدعي علي ولا كمان؟ مين عم يدعي عليكي؟ ابنك. صحيح ولا عم تدعي على ابنك؟ لا نحن سمعت بابنك. كمان ومن يومين كمان كان رح يوقع الولد. صحيح؟ هو كان بس هو يلعبه. ليش لما عيطوا عليك بكيت من قلبك؟ شو السبب؟ لأنه ممثل. برافو عليك، لأنه أنت حسيت بالدور فتأثرت وبكيت، ما هيك؟ شوف إنه تمثيل بس لأنه ممثل. برافو عليك شطور. شو بتحلم تصير لما تكبر إن شاء الله؟ الله يعطيك طولة العمر. بتحب تضل ممثل ولا بتحلم تصير هيك مهنة معينة تانية غير التمثيل؟ شو بتحب؟ ممثل. بس تمثيل. أيوة. هلأ أنا سمعت إن البابا بصراحة قال لي بيني وبينه إنه حمودة بيعرف يغني. مزبوط؟ مزبوط. طيب تسمعنا هيك غنية صغيرة أنت حفظانة وبتحبها؟ تبكي لو خسرت شخص فوت بعلى قصدها وخلي زواتك نقص كوني القوي اللي هي تبكي لو خسرت شخص تبري المرا كله احتارا والدنيا عطتنا الدرس. حلو ممتاز. هلا انت عم بتغني هون البابا غنى معك صح؟ صح. ايه هو اللي عم يعلمك تغني ولا لحالك بتحب الغنيه وهيك بتسمعها بتحب تغنيها؟ بس ما بحب اغنيها. طيب انت هاي الغنيه نفسها بتغنيها باسلوب لهجه السويدة شغل سوريا صح؟ صح. سمعتني اياها بالبريك. تسمعني فوتي بعلاقه بس باسلوبك الثاني هات لشوف. فوتي بعلاقة أو صداقة ما تخلي زواتك ينقص كوني القوي اللي هي تبكي لو خسرت شخص. فوتي بعلاقة أو صداقة ما تخلي زواتك ينقص كوني القوي اللي هي تبكي لو خسرت شخص عتبري المرة. الله حي أبو رعد. هي العرب يعني حلوة كتير حلو. برافو عليك بتجنن. أبو رعد شو بتحب تقول لمتابعينك والناس اللي بيحبوك؟ الناس بيحبوك كتير 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 وأنا بعرف. شو بتحب تقول لهم كلمة؟ تحية للجميع. أنا بحبكم من كل قلبي. باي. إذا عجبكم الفيديو حطوا لايك.